يحضر الطرف الليبي يظل كل الحلول محكوم عليها بالفشل وبالدليل ان مؤتمرات دوليه كما قلت باريس واحد واثنين باليرمو برلين المغرب عندها مكانة خاصة عندها دور محوري وأساسي في حل وحلحله حالة الأزمة الليبية وبالتالي نحن هنا في المغرب أردنا أن يكون هناك تواصل مع الرأي العام المغربي مع المواطن المغربي مع الإعلام المغربي لكي يطلع على آخر مستجدات الأزمة الليبية على المستوى العالي على مستوى جلالة الملك هناك اهتمام كبير وخاص بالأزمة الليبية ولكن نريد أن أن المواطن المغربي والحكومة والإعلام المغربي أن يكون على صورة آخر مستجدات الأزمة الليبية ومستقبل ليبيا الذي نريده هو مستقبل سلام ومستقبل ديمقراطيه ومستقبل فضاء المغاربي الواحد الذي نكون تنميه الشعوب المغاربيه لمصلحه الشعوب المغاربيه وان وان نتفاوض كاطار مغاربي مع الاخرين ككتله واحده كتله قويه اقتصاديه ونريد التجاوز الازمات نحن نعيش ازمات ليست واجبه بين اطراف المغاربيه معركتنا يجب ان تكون معركه التنميه ومعركه المواطن المغاربي والشعب المغاربي الواحد ومعركه و ومعركة فتح الحدود وفتح المسارات وأن يكون الفضاء المغاربي فضاء التعاون وفضال العمل المشترك وفضال حركه البضائع وفضال الحريات الأربع التملك والاقامه والتنقل والحريات الأربع التي تحدث عنها الاتحاد المغاربي نريد للتكامل الاقتصادي المغاربي ان يكون على مستوى للاسف التعاون الاقتصادي ضعيف جدا حجم التجاره البينيه ضعيفة جدا ونريد للتعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي التعاون التنموي المغاربي تعاون اقوى واكبر طبعا المغرب على الدوام كانت اياديه بيضاء لان المغرب كان يجمع الاطراف الليبيه ويريد الاطراف الليبيه ان تلتقي ويحاول بناء الثقه بين الاطراف الليبيه ما نحتاجه من يجمع الاطراف الليبيه وان يبني الثقه بين الاطراف الليبيه الاطراف الليبيه هناك هامش عدم الثقه بين هذه الاطراف هناك ايادي للاسف سوداء هناك اطراف اخرى اقليميه تلعب دور سلبي تؤيد هذا الطرف وتؤيد وتؤيد تؤيد ذلك الطرف تقوي هذا الطرف هناك من يغذي الاطراف الاخرى حتى بالطائرات والاسلحه المسيره نحن نريد من يريد من يريد ليبيا الجديده ان يساهم وان تكون يديه بيضاء المملكة المغربيه ان يقرب بين الاطراف المتخاصمه ان صح التعبير ان يحاول اطراف الازمه كلها ان يلتقي بها وان نصنع حلا يصنعه الليبيون بملكيه ليبيه ان يكون دور ان يكون دور ايضا دور الدور دور المغرب ودور الدول الاخرى هو تسهيل فقط الاطراف الليبيه لحل حاله الازمه وايضا رساله اخيره نريد للمملكه ايضا ان تفتح الحدود تفتح التاشيرات للجانب الليبي، نريد للمملكه المغربيه ان تفتح ايضا حركه النقل الجويه بين بنغازي وبين وبين الرباط وبين الدار البيضاء، وايضا نريد للنقل البحري المغربي لكي نسهل حركه البضائع وحركه السلع المغربيه الى الى ليبيا، هذا لن يتاتي يتاتى الا بتسهيل الحركه الاقتصاديه بين البلدين وتشجيع رجال الاعمال من الجانبين للعمل معا والتفاوض معا من اجل مستقبل واعد للمنطقه. وان نكون نموذجا نموذجا للتعاون الاقتصادي اللي هو التعاون الليبي المغربي. الاتحاد المغاربي ليس خيار هو ضروره وبالتالي يجب ان نتمسك به.